أنا آسف يا ساتر، والله العظيم ما كان قصدي. صباح الخير يا عاطف. حضرتك عارف التأخير والله يعني مش مقصود. اهدى بس اهدى اهدى واقعد. اقعد يا عاطف اقعد. ما حصلش حاجة. سيلوا بلدنا كده. هو أنت لوحدك؟ البلد زبامها فالت. عايز أقول لحضرتك إن الكابتن جمال إداني درس عمري ما هنساه في حياتي. يعني أنت مش جاي من نفسك؟ لا جاي من نفسي طبعًا. أنا ما أقدرش أكذب قدام حضرتك. ما تقدرش تكذب قدام حضرتي، إنما ممكن تكذب قدام حد غيري. الدرورة ليها أحكام. ولو سألتك إيه اللي منعك هتقولي الحقيقة ولا لا؟ الحقيقة طبعًا يا باشا. ما أنا قلت لحضرتك ما أقدرش أكذب قدام حضرتك بالذات. أونطة ولا خوف؟ لا أونطة ولا خوف، بس احتراماً لسعادتك. شوف يا عاطف يا ابني، مفيش شغل بالإكراه أو بالإرهاب. لو الشغلانة دي مش على مزاجك بلاش منها. لا كابتن جمال يقدر يجبرك ولا نقدر أعمل لك أي حاجة. لازم تحب اللي بتعمله علشان تفلح فيه. يا سيادة اللي هو أنا أكتر وقت ببقى سعيد فيه بقى مع سعادتك. وبعدين حضرتك بتسمي قراية الجرايد دي شغلانة؟ دي فسحة، فسحة حلوة كمان. لكن أنا لكن يعني لكن إيه؟ أنا تايه سعادتك. الحمل عليا تقيل، عشان كده بدور على سكة سالكة امشي بيها في الدنيا، وبجرب حاجات مختلفة، حاجات كتير، يمكن حاجة منهم تلفق معايا. ايه بقى الحاجات الكتير دي يا عاطف؟ لا ما انا لو قلت لسيادتك في حاجات مش هتعجب حضرتك. ايه تاني غير انك تبيع بسبوسة بالليل وتروح الكلية الصبح؟ لا الكلية دي مش على بالي خالص، وبعدين كل حاجة ماشية بالبركة. يعني ايه كل حاجة ماشية بالبركة؟ بشتغل مساعد مصور، بيصور حفلات وافراح وبيصور افلام سيما. يعني مثلا النهارده عندنا اوردر في استوديو الاهرام، ودخلت في سكه الصحافه، وفي جرايد ومجلات بتشتري مني صور. وغير كل ده بشجع النادي بتاعي، وبتخانق مع مش عارف بقى اسمه طليق اختي ولا جوزها، واد رزل كده. وبرضه اجي اقرا لحضرتك الجرايد. لا حول ولا قوه الا بالله. أنا كنت فاكر إن عندك مشكلة أقدر أحلها أو أساعد في حلها، لكن لقيتك ماشي من غير بوصلة. حالك من حال البلد، هي كمان ماشية من غير بوصلة. أديني ما كذبتش على سعادتك. يا ترى حضرتك مبسوط؟ لا. تبتدي بالأهرام؟ هات صفحة الوفيات. لا لا لا، ما اقدرش اعرض الكلام ده على سياده الرئيس. الموضوع اصله ملاعبك قوي يا سياده الوزير. لو انت مصمم قوي اتكلم مع سياده الرئيس منك ليه. سعيد لسماع صوت سعادتك. الف سلامه يا سيدي. ايه يا حسين، مالك واقف على دماغك اني مديون لك بفلوس؟ ما عليك، الجورنال ده نشر لسعادتك صوره مش قد كده. مش قد كده يعني ايه؟ اتفضل شوف سعادة. اي صفحه؟ صفحه المجتمع باب كلام الناس. كل حاجه الجورنال ده مهم قوي يعني؟ يعني جورنال من الجرايد اللي بتصطاد في المايه العكره سعادتك. مالها الصوره يا سيدي؟ ست حلوه جايه تسلم عليا. اقول لها لا بلاش. المهم في الموضوع مين اللي كان جاهز قوي كده ومستعد؟ الحقيقه اللي لقت الصوره كان مستعد جدا، بس يعني يعني ايه؟ يعني معاليك عارف ان الصوره دي مش هتعدي على خير. افندم. ايوه سياده الرئيس. ايوه افندم، الجورنال قدامي اهو. الست دي والله ما اعرفها. يا ريت الواحد يعرف ست جميله بالشكل ده. ده كان فرح يا افندم وجت سلمت عليا. بالظبط كده يا فندم، بالظبط كده. السلك الدبلوماسي ما فيهوش النوعية دي. السفيرة ما تبقاش سفيرة إلا بعد ما جلدها يكرمش. أيوة، والوزيرة مش بتبقى وزيرة إلا بعد سنانها ما تقع. حاجة صعبة جدا. لا يا فندم، لا مراتي مش هتغير لما تشوف الصورة. هي عارفة إنه ده فرح، والأفراح ياما بيحصل فيها. أيوة يا فندم، يا ريت يا فندم، يا ريت. في رعاية الله يا فندم، مع ألف سلامة.
ليه؟ أوامر ما عليك. رئيس تحرير الجريدة دي لازم تتقرص ودانه. لازم يعرف إيه اللي اتنشر وإيه اللي ما اتنشرش. وأنا عايز الفيلم اللي فيه الصورة. تحت أمر سعادتك. خير يا ريس. خير يا صبحي. أنا عندي ليك موضوع جامد قوي ومحدش يقدر يعمله غيرك. وأنا قدها يا ريس. أنا امبارح جالي شغلانة أصغر مني بكتير، بس أنا حبيت أترافع فيها علشان كان بس جاي قرشين كويسين. خدت خبر يا ريس، طلعت العيال الشحاتين والبلطجية اللي الحكومة لمتهم. بالظبط كده. أنت عارف بقى صبحي لما بكون فاضي وعايز أتسلى بروح عاكس اتنين، يا الحكومة يا ظباط البوليس. قدها قدها وقد اللي أكبر منها يا ريس. العيال بقى صبحي بعد ما خرجوا من القسم عملوا حفلة كده جميلة وحبوا يعزموني فيها. ما يضرش يا متر، أو حتى تنزل تشوف أحوال الخلق. إنما بقى صبحي أنا شفت حاجة تانية خالص. الخرابة اللي عملوا فيها الحفلة دي وعزموني فيها من أغلى مناطق القاهرة، والناس اللي عايشين فيها ما تفرقهمش عن الزبالة. أنا عايزك بقى صبح بحنكتك دي تعرف لي الأرض بتاعت الخرابة دي ملك مين؟ الحكومة ولا عليها نزاع؟ هي فين بالظبط يا ريس؟ هي كده ملهاش عنوان، بس أنا ممكن أوصف لك تروح لها إزاي. الموضوع ده عاوزه بأقصى سرعة يا صبحي. أنت عارف شغل يا متر؟